قربنا نوصل لأحمد، والحقيقة أنا ما أدري إيش ردة فعله إذا شافني. معكم أحمد عبد العزيز عبد الكريم. الحقيقة متحمس جدا لهذا اللقاء. علاقتي أنا وأخوي راشد علاقة أخوة صداقة، تربينا سوا، أكلنا سوا، يعني كان هو زي ما تقولين توأم روحي، يمثلني في شخصيتي في بعض الأمور، أحب أكون أشوفها فيه، يمثلني شخصية يعني. وعزيز على قلبي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. جيت بركة الله. يلا نداري يا جيبك. طيب الله يحفظك. شكرا يا مرحبا. كيف الأمور؟ والله بخير. يا حبيبي. أنت شلونك؟ والله وحشتني يا أخي. الله يسلمك. واجد يا رب. شلونك أنت؟ إيش الأخبار؟ مساك بخير. كيف العيال؟ طيبين. كيف سكرك؟ كيف؟ ماشي ماشي. لا أبشرك أمور طيبة. الحمد لله. أنت تحسب اللقاء ده عني صح؟ أيوه. لا اللقاء أنت الضيف الرئيسي. أفا. نعم. أنت الضيف الرئيسي وهذا. يا حبيبي هو الحقيقة طبعا أنت عارف مكانتك و... الله يعطيك. أي والله وقدرك. الله أنك كانوا يسألوني قلت هذا توأم روحي. ما يحتاج هذا شيء صحيح. وطبعا والدة رحمة الله عليها وغفر لها يعني امتنانا وتقديرا لكل ذيك اللحظات العظيمة والرائعة والجميلة التي لا تنسى وهذه المواقف الجميلة منك يا أبو نبي. الله يعطيك العافية. يعني جايب لك هدية بسيطة يعني تكرما من البرنامج. هذه سياسة البرنامج إنه قال اختار شخص أنت شو فلم أجد إلا أنت. شوفتك هدية عظيمة يعني سمع صوتك حتى في التلفون أعتبرها هدية. الله أقولهم هو أكبر مني والحق له ويتصل هو قبل وهو اللي يسأل. واجب ما في شيء. ولكن هذه الشنطة يا طويل العمر تدري إيش فيها؟ لا والله ما أدري إيش فيها. افتحها. نقول بسم الله. بسم الله. بسم الله. يا حبيبي ايش هذا يا ابو احمد؟ هذا يا حبيبي مبلغ 150,000. لا اله الا الله. 100,000 لك طبعا شرط انه 100,000 لك و 50,000 تختار انت شخص برضو انت ممتن له وتعطيه 50 وال 100,000 لك. والله اللي امتن لهم كثير. أعطني مهلة أفكر. ألا لمن أعطيها؟ بس أحسن. وأرجو أن أوفق بمن أعطيها ويكون يستاهلها. أحسن أحسن. جزاك الله خير. ألف مبروك يا حبيبي. الله تستاهل أكثر. الله يجزاك خير. يعني مفاجأتين سعيدة. حضورة أسعدني كثيرا وأشكر القائمين على هذا البرنامج اللي منحني سعادة لا أخفيها. حبيبي راشد يعني فاجأني اليوم وما كنت متوقع أنه يجي يشكرني على أشياء بسيطة أنا عملتها معاه من باب الأخوة والمحبة. وفاجأني فعلا مفاجأة سعيدة أني شفته وسعدت بلقائه. والله لقاء جميل جدا وأنا كنت أنتظر هذه اللحظة من زمان. يعني صلنا فترة شاغل الحياة ترى إذا طلعنا. وفاجأتني بصراحة وهذه مفاجأة. مفاجأة والله مفاجأة هذا البرنامج الإنساني صاحب الفكرة الرائعة والعظيمة. والله إن فرحتي بدخلتك علي يا بعد والله إن شوفتك تسوى الدنيا. لأني كنت مرتبك وأحس أني تايه لكن لما شفتك اطمأنيت أكثر وحسيت أني ممكن أأدي أو أعطي أكثر. اي بس هذا الكلام ترى ما يعفيك ترى نص لك ونص لي. الشيء طبيعي. انا لا تسعني الفرحه اني قدمت هذا الامتنان والشكر والعرفان لامي فاطمه من خلال احمد. مش هذا الموقف ولا غير ولا غير يا اخي احمد حقه يعني. ولكن الحمد لله اني كنت انا في هذا الموضوع. و أحمد يستاهل كل خير طبعا مهما سويت لأحمد ما أفي حقه يعني. آه يا راشد.